شهد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد المشاجرة التي حولت البرلمان التركي إلى ساحة ملاكمة. لكن ما الذي حدث حتى أوصل نواب الشعب إلى هذه الحالة والتي أصبحت ترند على السوشيال ميديا في 24 ساعة الأخيرة؟ الخلاف بدأ حيث هاجم أحد نواب المعارضة أردوغان الرئيس التركي بخصوص أمن الجنود الأتراك في إدلب إثر الهزائم المتلاحقة وأعداد القتلى المتزايدة في هذه المعارك. النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إنجين أوسكوتش صعد للمنبر قبل اندلاع المشاجرة وقال: هل تبحث عن الشيطان يا أردوغان؟ أنت الشيطان نفسه، أنت شخص من دون شرف وبلا كرامة. طبعا هذا الأمر هو ما أثار حفيظة نواب حزب العدالة والتنمية، الحزب الذي ينتمي إليه طبعا أو يتزعمه أردوغان، ولجأوا إلى العنف ورأينا ما رأينا. هذا المشهد يعني لا نراه كل يوم بالتأكيد، تعليقات كثيرة جاءت على هذا الفيديو، نستعرض بعض هذه التعليقات والتي جاءت ردا على يعني العراك الذي دار في البرلمان التركي. نبدأ من تغريدة الدكتور حيدر اللواتي والذي كتب قائلا: مشهد يوضح حدة الانقسام الداخلي التركي بسبب التورط العسكري التركي في سوريا. أما أبو سيف فقد غرد قائلا: الانقسام بيكثر في تركيا في قادم الأيام لأنه أغلب الأتراك مستائين من سياسة حكومتهم الخارجية. وأخيرا تعليق من أحمد حول نفس الموضوع، أحمد عسيري كتب قائلا: هذه هي نتيجة الحتمية لسلوك أردوغان السياسي غير السوي والذي ما زال يمارسه داخليا وخارجيا منذ وصوله إلى السلطة. الآن ينضم إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد النويسة. دكتور زيد، إلى هذه الدرجة الاحتقان في البرلمان التركي في دائرة السياسة التركية، عدم تقبل الرأي والرأي الآخر من نواب حزب العدالة والتنمية، كيف شاهدت الفيديو؟ مساء الخير. يعني أولا هذا مفهوم في طبيعة النقاشات البرلمانية التي تتسم دائما بالحدة ضمن البرلمان التركي، وهذا مفهوم في إطار تاريخي، ولكن الحقيقة علينا أن نتوقف عند انعكاساته ودلالاته السياسية التي تعبر عن أزمة عميقة يواجهها حزب العدالة والتنمية وفريق الرئيس أردوغان، خاصة بعد يعني تأثير تداعيات الانخراط في الأزمة السورية منذ 8 سنوات. نتحدث اليوم عن 3 عمليات عسكرية كبرى قام بها الرئيس أردوغان وفريقه في سوريا. هذه العمليات خلفت مئات القتلى وربما أكثر من ذلك من جرحى ومصابين، وبدأت تترك تداعيات كبيرة في الداخل التركي، وبدأت تستثمر أيضا من قبل الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي تنافس أردوغان أو التي تعارضه بشكل مباشر. وعلينا أن نتذكر أن هذه الأزمة أيضا تركت ارتداداتها في الانتخابات البلدية، حيث خسر حزب الرئيس أردوغان بلديات كبرى ومهمة، أبرزها بلدية إسطنبول وبلدية أنقرة، وأيضا تداعيات وجود 4.5 مليون لاجئ سوري. يعني على كل حال ما جرى هو يعبر عن عمق الأزمة الحقيقية التي تعيشها اليوم الحياة السياسية في تركيا، وأعتقد أن هذا الأمر لن يتوقف عند الشجار الذي جرى في البرلمان التركي. ربما هو مرشح
في قادم الأيام إلى ما هو أكبر في تقديري. هل يبدو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ونوابه في البرلمان يعني أصبحوا ينتهجون هذه الطريقة دائما في تلقي الأراء المعارضة، وأنه ليس هناك أي قابلية للاختلاف أو عرض وجهة نظر مغايرة؟ هل هذا ينسحب على كل الملفات الأخرى حتى على المواطنين في الشارع التركي؟ يعني واضح أنه منذ محاولة الانقلاب أو الادعاء بوجود انقلاب هناك تغير كبير في السياسة التركية من ناحية تضييق على الحريات العامة وعدم الرغبة في قبول أي رأي مخالف حتى لو كان هذا الرأي يعني يهدف إلى المصلحة التركية. وفي إطار الحوار الأساسي الذي تسمح به الحياة السياسية في تركيا هو تعبير حقيقي عن ضيق الأفق وعدم قبول أي معارضة لا تتوافق مع برنامج الحزب. وأعتقد أنه اليوم الحقيقة هنالك إحساس بدرجة عالية من الخطورة بدأت تؤثر على سلوك السياسيين الموالين للرئيس أردوغان. وعلينا أن نتذكر أيضا أن انشقاق أحمد داود أوغلو واتجاهه لتأسيس حزب مستقل وهو المنظر التاريخي لسياسة هذا الحزب صحيح. وتوجيه اتهامات واضحة للرئيس أردوغان وفريقه بأن هناك تخبط شكرا. إضافة إلى ما ذكره الرئيس السابق عبدالله جول أيضا صحيح. بأن تركيا انخرطت في ملفات ستترك تداعيات وأثر سلبية على مستقبل حضور شكرا جزيلا تركيا. لك البحث في العلاقات الدولية دكتور زيد النوايسة من عمان، نشكرك جزيلا.